السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم الحصة بتاعنا وين مازال هي لوفان باش نلعبوا مع بوركينا فاسو، لكن بوركينا فاسو يتحدى المنتخب الوطني بجماهيره وموريتانيا تحاول المنافسة. بس نعلمك باللي جروب تاعنا هذا يعني جروب اللي غادي على الاقل مكاش كاع فوتو بسبع نقاط، مكاش كاع غادي زعما كي بوركينا فاسو برك، والناس كاع راهي تقول بوركينا فاسو هي اللي غادي نفوزو عليها بكل سهولة. عقلوا عليها مليح شنو راني نقول لكم. المباراة الأولى ما غاديش نهضر عليها، يعني خاصة وين نقولوا بلي المنتخب الوطني الجزائري وين دا العبرة من الدورة اللي فاتت. غادي يلعب بواقعية وتشوف النسق تاع المنتخب الوطني مباراة يطلع النسق يولي مباراة. خاص كي رانا نحضروا واش عندنا ليفيكتيف. انا واحد من الناس كراني نهضر وراني متفائل ليفيكتيف اللي عندنا، ليفيكتيف خاطش انا كاين بزاف اللي غلطوا الجماهير الجزائريه. قال لك لا وحنا لا، على بالك بلي حنا الوحيدين اللي عندنا ليفيكتيف، كاين نصهم يلعبوا كاع في اوروبا، اكثريه يلعبوا في اوروبا. على بالك بيا ولا ما بالكش؟ على بالك بيا ولا ما بالكش؟ خاطش كاين بزاف قال لك او عندنا ربعه من البطوله الجزائريه راه تربح روح ها بالبوط وها بالبوط وبالعيد هذاك ما غاديش يلعبوا، ما يلعبوش. اللي غادي يلعب كاين الاخر كيسموه بالك مبولح يدير دورتري ويدير بلايلي، هذا مكان الاخر مساكين ما يلعبوش. هذا زغبة هذا زغبة جابها غير جابها، فكره باللي كان يجي عيط له كيما كان داير الاخر دوخه ايدي بحق وصاي. ويوصل اول امس منافسو المنتخب الوطني في مجموعته الرابعه لكاس امم افريقيا تابعا وفي اليوم الواحد الى مطار مدينه بواكي الاستعداد للمشاركه في المنافسه القاريه، بعد ان كان محاربي الصحراء اول من وصلوا الى كوت ديفوار، ووصلت منتخبات موريتانيا أنغولا وبوركينا فاسو وسط استقبال جماهيري قوي للمنتخبات الأخرى بالنظر للجالية البوركينابية الكبيرة المقيمة هنا ببواكي بمدينة القريبة من حدود مع دولة بوركينا فاسو. باش يكون على بالكم بوركينا، حنا كاين اللي يقول لك هو الجماهير تاعهم غادي يلعبوا دور كبير، الجماهير تاعهم ما لعبناش في الموزمبيق، ما ربحناش في الموزمبيق ياه، ربحنا في الموزمبيق ولا ما ربحناش؟ ها بركة. وبعد المنتخب البوركينابي المنافس الأول والقوي للمنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، حيث يرشح المتتبعين محاربي الصحراء والخيول للتنافس على صدارة هذه المجموعة، لا سيما في ظل منافسة شرسة بينهما في السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها كان في تصفيات المونديال لكأس كأس العالم 2014 بالبرازيل و 2022 بقطر، عندما تجاوزت الجزائر بوركينا فاسو بصعوبة في الدور الفاصل في يعني المباراة ما قبل الفاصلة في 2022. وكان المفروض يعني ان كوت ديفوار التقاء بمجموعه من المناصرين لمنتخب بوركينابي، واكدوا بانهم اتفقوا يعني وان انهم واثقون من قدره منتخبهم على منافسه زملاء محرز وحتى الفوز عليهم في النسخه الحاليه في الكاد، من انطلاق من منطق ان بوركينا فاسو ستلعب على ارضها على حد تعبيرها بحكم توقع يعني تواجد حوالي 40,000 مشجع في الملعب السلام ببواكي عند مواجهة الخوض، خاصة أن العديد من البوركينابيين
يعني سيتنقلون من بوركينا فاسو خصيص لمتابعة هذا الحدث القاري، وهو ما يعيد إلى الأذهان المنافسة الشرسة بين زملاء محرز والخيول في السنوات الأخيرة. يعني لماذا الجماهير؟ جاء من العبة مستطيل الأخضر، أنا أقول والله لا جاء مستطيل الأخضر، الناس غالطين، الناس يقول لك منا منا مستطيل الأخضر. ومن جانبه وصل المنتخب موريتانيا إلى بواكي بهدف رمى التحدي، لا سيما أنه نجح في التأهل إلى هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ودياحيا في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية بالمطار بواكي، عندما قال أن المنتخب بلاده طموح ويحترم جميع منافسيه لكنه لا يخشى أي منتخب، في إشارة إلى أن موريتانيا مصرة على رفع التحدي في النسخة الحالية من كأس إفريقيا والمنافسة المنتخب الجزائري بقوة على بطاقة العبور إلى الدور المقبل في الوقت يبدو فيه المنتخب أنغولا في صورة المنتخب المجهول والراغب في استعادة مكانته مع المنتخبات القادرة على التنافس إفريقيا. شو حتى اللعابة تاع بوركينا فاسو والجماهير تاع بوركينا فاسو يخموا غير في الجزائر، كيما حنا لازم ما نديروش غلطة نخموا غير في بوركينا فاسو. يمكن موريتانيا تربح بوركينا فاسو، شنو قلتوا ليها؟ شنو قلتوا ليها؟ لو سيز يلعبوا هما وعقلوا على كلامي مليح، حنا سوف نفوز بالمباراة الأولى، حنا غادي نفوزوا وموريتانيا غادي تفوز بالمباراة الأولى تاعها 50-50، يفوزوا يديروا ماتشين، موريتانيا ما غاديش تخسر هذه المرة مع بوركينا فاسو، ما غاديش تخسر. وشاهدنا موريتانيا وين لعبت، أنا شفتها كيفاش لعبت أمام تونس، شفتها يعني الكل يهاجم والكل يدافع. ويجدد بذلك أن المنتخب الوطني سيستهل منافسته في الكان بمواجهة أنغولا ثم بوركينا فاسو قبل أن يصطدم بموريتانيا في الجولة الأخيرة. أنا أقول لكم سبحان الله، مش بلي صعيبة ولا ويسأل عليه المدرب تاع، قالك شو بير شوف المدرب تاع كوتيفوار تاع كاميرون قالك نرشح المغرب، راه يسهل عليه، حنا ما راه يسهل خويا، حنا كاين كوتيفواريين لي غادي يشجعونا، حنا كاين شو بيش تشوف 2025 غادي تتأجل، 2025 تتأجل، 2025 تتأجل. ها هذه جبش في سهلة أخرى. اللي نقولوا بلي ودي تنجم تشوف، تنجم تشوف يعني تشوف امور
أمور أخرى بوركينا فاسو ما بوركينا فاسو. أنا نشوف اللي مجموعة سهلة وبوركينا فاسو يعني راهي في مستوى منحدر. نشوف اهتمام نشوف ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.